التي تعمل بالطاقة مثل راديو الصمت ومشروع تغيير الطقس والموجات الارتدادية. ومن أولويات هذا المشروع هو إيجاد النقطة الصفر لكل طاقم البارجة USS هيلدريج وربطهم بنقطة الصفر للأرض، ثم نقطة الصفر للمجموعة الشمسية، ثم نقطة الصفر للمجرة درب التبانة. وبسبب نتائج الكارثية على الطاقم البارجة من الناحية الفيزيائية والبيولوجية والبسيكولوجية، قرر العلماء على مواصلة التجربة على كرسي معدني ثابت حيث يجلس الكوباي واحد، أي إنسان تجارب. وهذه الأبحاث التي بدأت في سنة 1948 لم تتطور إلا بعد عام 1967 بسبب مساعدة الفضائيين وزوار من الشعراء سيريوس آ من الزيتيين لزيتاس. وبعد شرخ الذي أحدثه مشروع 1943 ودخول الهويات الفضائية إلى عالمنا بصحونهم الطائرة وسقوط بعضها واستغلال تلك التكنولوجيا، تم تطوير الكرسي العجيب لاشيز دو مونتوك، مشروع فونيكس 2 أو مشروع مونتوك 1969-1979. بعد رفض الكونغرس الأمريكي تمويل هذا المشروع، لجأ العلماء إلى الجيش ليعطوهم قاعدة مونتوك بالإضافة إلى معدات عالية التقنية، بالأخص مولدات طاقة عالية وتكنولوجيا الترددات الصوتية العالية ميكرو أوند والرادارات. فكان في 1971 بداية الأبحاث خصوصا في مجال التحكم في العقول وقدرات العقل البشري الخارقة واستعمال الترددات العالية للتحكم في الطقس وللوصول إلى نقطة الصفر. قاموا بتوجيه ترددات أثيرية 406 ميجا هرتز لفتح ثقب أسود إلى نقطة محددة على أشخاص متطوعين. وهذه التجربة أسفرت عن نزيف حاد في الدماغ والرئتين وأعراض نفسية خطيرة وعقلية، والقليل من المتطوعين نجا بحياته. وحتى تجارب أجريت على سكان نيويورك القريبة من الجزيرة لتحديد النطاق الواسع الذي قد تصل إليه العمليات. وبعض المصادر تقدر بحوالي 250 ألف من الأشخاص الذين استعملوا كفئران تجارب دون رضاهم وعلمهم. بفضل هذا الكرسي استطاعوا جعل الناس يستقبلون ترددات تجعلهم عرضة للسيطرة العقلية والنفسية والتحكم فيهم عن بعد، بالإضافة إلى السفر عبر الزمن بهذا الكرسي. الكرسي تمكن العلماء من استقبال الموجات التي ترسلها الأفكار الكهرومغناطيسية وتشفيرها وتحويلها إلى لغة مترجمة على الشاشة. الكرسي صار آلة لقراءة الأفكار. كان الشخص يستطيع أن يتصور صور في عقله وهو جالس على هذا الكرسي، فيراها الباحثون والعلماء على الشاشة ويتم تسجيلها على الفيديو. فالجالس كان يستطيع إظهار أشكال ثلاثية الأبعاد على الشاشة بمجرد أفكاره ونهاه. فكان هذا المجرب يستطيع خلق عوالم زمانية ومكانية جديدة بالكلية وإرسالها لشخص آخر، مما ساعد على فهم ما حدث مع من بقي من طاقم البارجة هيلدريج USA المجاني. لكن التجربة أحدثت أعراض غير عادية وأثر جانبية مدمرة، حتى تدخلت الهويات المعزولة التي جاءت من الشعراء سيريوس باستعمال بلورات وكريستالات في بوبينات الكرسي، فبدأ كل شيء يصبح عاديا من 1976 حتى 1977. والأعمال كانت جارية حول خلق برمجة إلكترونية بوسعها الشرح كل العمليات العقلية والذهنية لمخ البشري وترجمتها إلى لغة مفهومة بدرجة عالية من المقاربة. فبدأ العلماء يرون حصول شيء خارق للعادة جدا يحدث
كان عندما يتم التركيز على شيء مادي معين كان يستطيع أن يظهر في أي مكان في القاعدة العسكرية. لقد توصلوا إلى اكتشاف نقطة جريد، أي نقطة المغناطيسية للأرض التي هي محايدة، حيث كل شيء يستطيع أن يصبح له هيئة مادية حتى الأفكار. فكان يكفي توفير ظفر أو شعرة من أي إنسان على وجه الأرض للتعرف على تردداته الأثيرية لنعلم ماذا يفكر وماذا يرى، مثل السحرة والجن. وهذا فسموه العين التي ترى كل شيء. والتجارب هذا المجال لا ندري إلى أين تطورت ووصلت، وفي هذا الحال صار من الممكن التحكم في الشخص وجعله يفعل كل ما يشاءون. وهذه العملية صارت أكثر نجاحا من التنويم المغناطيسي بدرجة 90% من الحالات. لقد كان أعظم اكتشاف، فقد صار من الممكن توجيه أفراد وجماعات وحيوانات وحشرات مثل الجراد، ونقل أشياء عن بعد وتحطيم أخرى عن بعد، وتشويش على برامج تلفزيونية. فقد صار كالحكم المطلق، وأشياء بشعة تم إحداثها، والله أعلم. وفي عام 1979 كان كل شيء معدا، وتم توزيع أشرطة فيديو على كل وكالة حكومية لتوجيه الجماهير والتحكم فيها. فبدأ بشكل كبير محاولة في التحكم في الزمان والسفر عبره وفي الفضاء، إنشاء علاقات مع الحضارات الفضائية والسماوية، وتم التعتيم على كل ذلك. منذ سنوات السبعينيات كانت البحرية الأمريكية قد تمكنت من السفر عبر بعض الأنفاق الزمانية، واستعملتها لزيارة كواكب مثل المريخ، مارس، ومستعمرات مريخية أنشئت منذ ذلك الوقت، وحتى القمر. وبهذا الكرسي صار بإمكانهم السفر أينما أرادوا في الفضاء الزماني بفتح شلخ في الأثير، بتوجيه أفكار الجالس على الكرسي إلى مكان معين وزمان محدد ليحدث دوامة تأخذك إلى ذلك العهد. والكمبيوتر كان يسجل كل الأفكار التي يرسلها الجالس PSE، وبعد تسجيلها يعاد توجيههما لفتح نفس الممر الزماني دون مساعدة الجالس PSE إلى نفس المكان ونفس العهد. هذه الدوامات أو الشرخ قد يصل قطرها إلى حوالي 15 كيلومتر، والأرض محاطة بسياج من الطاقة، من طاقة متذبذبة، والذي يصل إلى الذروة كل 20 سنة، وهو يحدث في 12 أوت 1943، 12 أوت 1963، 12 أوت 1983 إلى آخره. والأمر بإجراء القفزة أو التجربة في 12 أوت 1983 أعطيت من طرف شخصية من مجلس الكوني التي يتكون من بشر وفضائيين، وهذا التاريخ اختير من طرف هذه الهويات التي الآن، لأن التجربة تتيح ترك ثغرة زمن كانية في مجالنا الأرضي، يتيح لهذه الكينونات للقدوم إلى الأرض بفيالقها وصحونها الطائرة، واستعمال خطنا الزماني للسفر إلى ما قبل الكارثة الشعرة سقوط النجم. الكارثة، الكثير من الأعراق والمجموعات الفضائية ساندت تجربة 1983. الكونفدرالية الليريين، لا كونفدراسيون دوريون، كوكب الشرق. 2، مجموعة أنتاريا، لي غروب دانتاري. 3، ومجموعة أوريون، جروب دوريون.